بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي نبدأ نشرح الفولدنج، وقبل ما ندخل في موضوع الفولدنج هنلخص كده الكلام اللي قلناه قبل كده. احنا عندنا مرحلة الامبريونيك بيريود اللي هي من الثيرد ويك تو ايتس ويك، من الاسبوع الثالث للاسبوع الثامن. ومرحلة الامبريونيك بيريود بساعات بنسميها مرحلة اورجانوجينيسيس، لان الثري جيرم لايرز اللي هو الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم بعد كده بيدوا سبيسيفيك تيشوز اند اورجانز، وبيبدا يتكون الاورجانز في المرحله ديت. وفي نهايه الاسبوع الثامن بيبقى الاورجانز استابليشد واتكونهم، وبندخل بعد كده في مرحله الفيتال بيريود من الاسبوع التاسع لحد نهايه البريجننسي، ودي بنسميها مرحله اللي هو الفيتال بيريود. نيجي بقى للفولدنج. الفولدنج بيحصل في الفورث ويك في الاسبوع الرابع. احنا عندنا لما حصل اتكون عندنا هو الامبريونيك ديسك، بيبقى فلات امبريونيك ديسك. فلات امبريونيك ديسك بيتكون من 3 لاير، اللاير اللي فوق اللي هو الاكتوديرم، اللاير اللي في النص اللي في اللي هو الميزوديرم، واللاير اللي تحت اللي هو الاندوديرم. الفلات امبريونيك ديسك بعد كده بيحصل له فولدنج، بينتنى، يبدا ينتنى من الجناب، بيسموه لاترال فولدنج، عشان يتحول لتيوب. بدل ما كان فلات ديسك يتحول لتيوب، ويحصل فولدنج من ناحيه السيفاليك اند وفولدنج من ناحيه الكودال اند، بيسموه هنا سيفاليك فولدنج، ومن تحت اسمه كودال فولدنج. فدي ايه اللي هو الفولدنج. هنبدا نشرح خطوات الفولدنج، واللي هو نوعين من الفولدنج اللي هو اللاترال فولدنج والسيفالو كودال فولدنج. During the fourth week of pregnancy, flat trilaminar embryonic disc changes its shape from flat disc into cylinder called embryonic folding due to rapid growth. الفولدنج بيحصل عندنا في horizontal plane و median plane. الهوريزونتال بلين هنا بيحصل اللي هو lateral folding، ادي اللاترال بادي فولدنج. وفي الميديان بلين بيحصل اللي هو كرينيو كودال فولدنج. طبعا التو فولدنج بيحصلوا ات ذا سيم تايم، اللي هو اللاترال اند كرينيو كودال. عندنا التريلامنر امبريونيك ديسك اللي هو الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم، ادي الاندوديرم ومن فوق الاكتوديرم، وفي النص اللي هو الميزوديرم. الاندوديرم دي مسؤول عن تكوين اللي هو الجت. هو بيحصل فولدنج في الاندوديرم، بيبقى موجود جوه ويتكون اللي هو الجت تيوب اللي بنقسمها الابر اند بتاعتها، ادي البريميتيف جت تيوب. الابر اند بيبقى هنسميها الفور جت، والميدل بارت هنسميه هنا الميد جات، والجزء التحتاني اسمه الهايند جات. الكرينيال اند من ناحيه الفور جات بيبقى فيه باكو فرنجال او اورو فرنجال ميمبرين اللي هيفتح بعد كده، يحصل له رابشر ويدي البريميتيف ماوث. من ناحيه الكودال اند برضو ان التيوب بتاعه الجات تبقى مقفوله. هنا الميد جات بيبقى فيه هنا ادي اليوك ساك متصل من مع الميد جات كونستريكشن، هنا بيدي هنا فيتيلو انتستينال داكت. وناحيه الكودال اند بيبقى الجات مقفوله بممبرين اللي هو كلواكا الممبرين اللي بعد كده رابشر يدي الانال كانال. كده بعد الفولدنج الجنين اتحول هنا زي ما شايفين منظره لتيوب، وهنشوف دلوقتي النتيجة او الريزلت اوف فولدنج. دلوقتي عندنا هنا حصل فولدنج، وبعد ما حصل فولدنج الفلات امبريونيك ديسك اتحول لهنا سلندر شيب، او هنا اللي هو منظر الامبريو. وسلندر او تيوب بتتكون من 3 لاير، اكتوديرم في من بره واندوديرم في جوه، وفي النص ما بين الاكتوديرم والاندوديرم في الميزوديرم. احنا عندنا قدامنا في هنا صوره ودياجرام للامبريو افتر فولدنج، هنقارنهم ببعض عشان بعد كده بنستخدم الدياجرام في الشرح
later on. احنا عندنا ادي هنا منطقه الهيد سويلنج، ادي المكان دهوت اهوت هنا على الدياجرام، ادي الهيد سويلنج، والهيد سويلنج المكان اللي later on هيبقى يحصل فيه development of the head، هو لحد دلوقتي لسه بنقول عليه الهيد سويلنج. بعد كده منطقة الدبريشن اللي تحت الهيد سويلنج بنسميها هنا الاستوميديوم، المكان اللي later on هيبقى الفيوتشر ماوس، هنا ادي مكان الاستوميديوم. وهنا طبعا الاكتوديرم والاند ديرم بيلامسوا بعض في المنطقة ديت عن طريق ممبرين اسمه باكو فرنجال ممبرين. بعد كده بنلاقي في كاردياك سويلنج، هنا منطقة الكاردياك سويلنج المكان اللي هتكون فيه الهارت. بعد كده ادي الامبلاكال كورد، ادي الامبلاكال كورد اللي داخل فيه داكت اسمها فيتيلو انتستينال داكت. لو جينا شفنا في الدياجرام في السيجيتال سيكشن، دي عبارة عن سيجيتال سيكشن دياجرام عشان يبان الثري لايرز، احنا عندنا ادي الاكتوديرم بره، وادي الميزوديرم، وادي الاندوديرم اللي هو عبارة عن التيوب اللي هو الجات تيوب. والجات تيوب بتكون الجزء اللي فوق اسمه عباره عن الفور جات، بعد كده الجزء اللي في النص ده عباره عن الميد جات اللي طالع منه فيتيلو انتستينال داكت داخله في الامبلاكال كورد، والجزء اللي تحت اللي هو الهاند جات اللي فيه دايلاتيشن اسمها كلواكا اللي طالع منها الالانتويز. يبقى كده احنا عندنا الامبريو افتر فولدنج زي ما شايفين عباره عن تيوب بتكون من 3 لاير، اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم. نشوف بعد كده ايه الريزلت، نكتبها كده ونشوف ونناقشها. result of folding، ايه result اللي هتنتج في الامبريو after folding؟ result of folding formation of the gut، the part of the yolk sac enclosed inside the embryo can be differentiated into four gut منطقة الهيد فولد وميد جات between the two lateral folds and the hind gut in the tail fold. يعني بنقسم الجات فور جات وميد جات وهايند جات. after folding اليوك ساك في جزء منها بيبقى اكسترا امبريونيك بيطلع بره ونسميه ديفينيتيف يوك ساك، والجزء ده هو كونكتد مع الميد جات عن طريق الفيتيلو انتستينال داكت. يبقى في هنا نتيجة الفولدنج بيتكون الديفينيتيف يوكساك وبتكون الفيتيلو انتستينال داكت. النقطة الرابعة ان التيرمينال بارت اوف ذا جات ناحية الكودال اند از كولد كلوكا. الكلوكا بيطلع منها بروجيكشن كولد الانتويس، والالانتويس بيبقى اكستندد لحد المكان اللي هيكون بعد كده الامبلاكال كورد. النقطه اللي بعد كده ان الفلور اوف ذا كلوكا بيبقى اتاتشد للاكتوديرم، يعني مفيش ما بينهم ميزوديرم، وبنسميه كلوكال ممبرين. النقطه اللي بعد كده ان الامنيون او الامنيوتيك كافيتي extended gradually to around all the aspect of the embryo، يعني الامنيو بعد كده هيحوط الامبريو ويكون اللي هو الامنيوتيك ساك. النقطة اللي بعد كده ان البريكاردم with the developing heart now form البلجنج اللي هو cardiac bulge. والنقطة اللي بعديها ان depression of the amniotic cavity between the foreprane bulging and pericardial bulging is called stomedium، يعني الحتة اللي ما بين الحتة بتاعت الهيد سويلنج او بالجنج والكارداك بالجنج او سويلنج بنسميها الاستوميديوم اللي هتكون الفيوتشر ماوس. بعد كده النقطة التانية او اللي بعد كده يعني ان في باكو فرنجال ممبرين اللي هو بداية الجت وبقى اتاتشد الاكتوديرم، مفيش ما بينهم ميزوديرم، ويكون ممبرين اسمه باكو فرنجال ممبرين. النقطة اللي بعديها ان في كونكتنج ستوك بيبقى ماشي في الامبلاكال كورد كونكتنج زي ما قلنا الجات من جوه مع الديفينيتيف يوكساك. النقطة اللي بعديها result of expansion of the amnion، the extra embryonic coelom is gradually obliterated until it partially disappear، يعني الاكسترا امبريونيك coelom بيختفي تماما. النقطة الأخيرة إن الفيتيلو انتستينال داكت is incorporated into the umbilical cord، وزي ما شفنا في الصورة إن الفيتيلو انتستينال داكت بتمشي في الأمبلايكال كورد.
الريزلت اوف فولدنج هنراجعها كده بسرعه. لو بصينا للرسمه ديت بنطلع منها الريزلت اوف فولدنج. اول حاجه ان شكل الامبريو بيبقى شكله تيوب، والتيوب بتكون من 3 لاير، اكتوديرم بره وميزوديرم في النص واندوديرم او الجات اللي هي موجوده جوه. بعد كده زي ما شايفين من الريزلت اوف فولدنج ان تكون الجات، والجات هنقسمها الفور جات الجزء الاولاني، والميد جات الجزء اللي في النص، والهايند جات الجزء الاخير. من الريزلت اوف فولدنج ان اتكونت الكلوكا، كلوكا ادي الكلوكا وطلع منها الالانتويز اهو. من الريزلت اوف فولدنج ان منطقه الكونكتنج ستوك بقت امبليكال كورد اهو، الفيوتشر امبليكال كورد. طيب من الريزلت اوف فولدنج ان برضه عندنا في داكت اسمها فيتيلو انتسانال داكت ماشيه جوه الامبليكال كورد او كومبريتد جوه الامبليكال كورد، بتربط ما بين الميد جات وايه والديفينيتيف يوك ساك اللي موجوده هنا في المنطقه ديت في الايه في الامبليكال كورد. من ريزلت اوف فولدنج ان منطقه الكاردك سويلنج اهوت اتكون، واللي هتكون جواها البريكاردم والهارت. يبقى كده ممكن بالاستعانه بالرسمه دهيت وبالايتمز اللي احنا قلناها تقريبا هنطلع او هنقول الريزلت اوف فولدنج. والرسمه ديت من الرسومات المهمه اللي هنعوزها بعد كده ليتر اون في شرح حاجات بتاعت السبيشال امبريولوجي.